إكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الدفعة الأولى من الجولة الرابعة لمرحلة التتويج، ديربي العاصمة، نادي الإفريقي الملعب التونسي مقابلة وفات بالتعادل 0-0 النادي الإفريقي. التعادل هذا تحدث عليه مدرب الفريق منظر الكبير في ميكرو زميلي أحمد عادل. الشوط الأولاني الأولاد عملوا كل شيء، صرتوا في الدخلة، مشينا على الجناب، خلقنا دي سيتياسيون، قراب كنا اوميريت في المومون فور نتاعنا باش نسجلوا هدف. لوزمون هذا ما صارش. كيف في الشوط الثاني كان فما فترات للملعب التونسي، فما فترات اللي احنا اللي ما نجحناش فيه سي ليفيكاسيتي في الترونير متر، سواء في الباس الاخرانيه ولا في لي ديسيزيون بريز ولا في جيست تكنيك، خلى اللي كونوا ما نجموش ناخذوا اسبقيه في ماتش نول. حمد الدو مدرب الملعب التونسي هذا شعلق على التعادل. جينا هنا اليوم رادس، خاصة بعد ما الجماهير بتاعنا جاتنا وطالبونا نقدموا مقابلة كبيرة. الملاعبية كانوا عاقدين لازم أنه ناخذوا الانتصار، أنه نربحوا الماتش بتاعنا. الشوط الأول كان متعادل، الشوط الثاني يمكن كنا خير. إجابة على السؤال بتاعك، ما ربحناش المقابلة، ما خليناش 3 نقاط، لكن خذينا نقطة وتوم علينا كان في المقابلات الجاية، خاصة في الملعب بتاعنا ولا حتى خارج الملعب بتاعنا، نروحوا بانتصارات ونجيبوا نقاط إن شاء الله. في الكلاسيكو في المهيري، نادي صفاقس يتعادل مع النجم الساحلي 0-0. بالنسبة لمدرب السيسيس كريم دالهوم، فريقه خسر 2 نقاط لكنه ربح لاعبين شبه. الفرص اللي جاونا مع هذا شرتو في الشوط الثاني وانا بيردو دو بوا، اما ربحنا فما وليدات صغار اول مره يلعبوا كيما معروف في تيتولير وكيما اياد بالوافي، كملنا الاتاك ان جوور جونيور ان جوور اسبوار اول ماتش يلعب، معناتها بريس لي 30 دينير مينوت كنا في 35 متر الاخرانيين، هنا كري دي زوكازيون هنا راتي مالوروزمون، عندنا 3 بوت نت. ليطوار ما قلقتناش في الشوط الثاني، كانت بوتيتر خير شويه منا في الشوط الاول. من جهة النجم الساحلي محمد علي نفخة احتج على التحكيم. ما نعرفش اسكو الفار يخدم ولا ما يخدمش، نفسها هي بيدها تتنحالنا وقبلها في 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 المستير مع نفس الاربيتر هذا، ما فهمتش قصدنا ولا بالزهر تجي معانا ولا خاطر كان بالزهر بشي ولي برش. اليوم احنا جينا قلت لك عرق ناس مالجري التضحيات اللي عاملينها الناس كل مالجري الحاجات اللي ما نحبش ندخل في الديتا، اليوم تسرقنا في النتيجه، جينا عملنا كل شيء، حبينا ناخذ التروبوا لكن الله غالب ما سهلش ربي. غدوة آخر مقابلة من الجولة الرابعة في البلاي أوف في ملعب مصر بن جنات في المناسير 5:30 لاتحاد المناسير الترجي التونسي بإدارة الحكام أمير العيادي وفي الفار فرج عبد اللوي. نتيجة غدوة تنجم تحسم بنسبة كبيرة مصير البطولة، خصوصا أنه الترتيب الترجي في الصدارة 12 نقطة، المرتبة الثانية في الاتحاد المناسيري النادي الإفريقي والنجم الساحلي برصيد 6 نقاط، المرتبة الخامسة الملعب التونسي 5 نقاط، والمرتبة السادسة للنادي الصفاقسي برصيد 4 نقاط. في مرحلة تفادي النزول، الدفعة الأولى من الجولة السابعة، مستقبل مرسى ربح اتحاد بن قردان 2-1، هدف المرسى جرما شرف الغريسي في الدقيقة الثانية، نسيم ششاي في الدقيقة 54، حسام الحباسي سجل هدف بن قردان في الدقيقة 30، مع ورقة حمراء لويسام بوسنينة من المرسى في الدقيقة 66. اتحاد طاطاوين ربح النادي البنزرتي 1-0، هدف فابيان ويلي في الدقيقة 23، ونجم المتلاوي فاز على مستقبل سيمان 1-0، هدف أحمد بوعصيدة في الدقيقة 52. غدو آخر مقابلة من الجولة السابعة للبلاي أوت، الأولمبي البيجي واجه قوف القفصة. بالنسبة للترتيب في انتظار المقابلة هذه، في الصدارة اتحاد طاطاوين اللي يلتحق بالنادي البنزرتي، زوز فرق عندهم 17 نقطة، المرتبة الثالثة للأولمبي البيجي 14 نقطة، المرتبة الرابعة نجم المتلوي 13 نقطة، المرتبة الخامسة في اتحاد بن قردان مستقبل سليمان وقوف القفصة 9 نقاط، والمرتبة الأخيرة المستقبل سليمان برصيد 6 نقاط. مستقبل مرسى عفوا في المرتبة الأخيرة برصيد 6 نقاط. في الرابطة المحترفة الثانية، الجولة 19، المجموعة الثانية، الدفعة الأولى للمقابلات، الملعب الجيبسي خسر ضد ترجي جرجيس 2-0، سبورتينغ المكنين ربح هلال الشابة 3-0، وأولمبيك مدنين ربح أمل جربعة 4-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.